سلامة. وصل بالسلامة مقبل. اي والله يحفظك. شيخ الشرقية جزاك الله خير يا ابو وليد. كله هو صار له 40 سنة في المقابر. زين حسناتك يا ابو وليد. اي والله الحمد لله على السلامة. متى وصلت ابو صلاح؟ الله يرحم الوالد. وصلت الساعة 9 صباحا على خطوط الجزيرة. سبحان الله. اليوم؟ امبارح على خطوط الجزيرة. بالليل ولا الصبح؟ صباحا. سبحان الله. 9 صباحا على خطوط الجزيرة. كم غبت عن دولة الكويت الحبيبة في جبل مصر؟ ما شاء الله. هناك دفنت اموات؟ كم واحد؟ والله كان بعض الاحيان 2 3. وين؟ اي مقبره؟ جزيره مطاوع. الله. كل يوم؟ الصبح ولا العصر؟ لا هناك العبد من العصر. الله يرحمهم جميعا. دفنتهم العصر بعد صلاه الظهر بعد العصر. نبي منك تذكير ودعاء لليوم. الله يرحمهم ويرحم امه محمد عشان صايمين اليوم. لا بس دعاء ارفع ايدك. قول يا الله. اللهم ارحمهم جميعا يا رب ويرحم أمة محمد. دعاء احنا. اللهم ارحمهم وارحم دعاء يقول سيدنا محمد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخ العباده بل هو العباده. اللهم تقبل. اللهم انصر دين الاسلام. اللهم امين. اللهم ارحمنا وارحم امتنا وامتنا المسلمين اجمعين يا رب. يا رب ما حول حالنا تحول حالنا لاحسن حال يا رب. امين. اللهم تقبل صلاتنا. امين امين يا رب. الهي وصيامنا وقيامنا افضل والصلاه ادعمنا لكريم. اللهم ارحمهم وارحم امواتنا وامواتنا المسلمين. امين الله. يعني انت اخذت ذهب قرار الذهب بالكويت ومصر. جزاك الله خير يا ابو وليد. وكنت بالعمره والحج تدفن بعد. الله يرحمهم. ادعي لنا ابو صلاح. الله يسعدك في الدارين يا ابو وليد. وشكرا للجميع. الله يسعدك في الدارين يا حبيبي ويرحم الوالد ويرحم امك. يسعدك في الدارين. امين. شكرا. الحمد لله على السلامة. نورت فيك دولة الكويت ومقبرة السابقات الكويتية. شكرا. شكرا سيدي. اي والله.